سوف نقوم بمحاكاة لمرابحة سيارة. في هذه الوكالة الجديدة يوفر البنك لزبائنه منتجات وخدمات السلف الإسلامية وأخرى مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وهذا كله على فضاءات تجارية مخصصة لكل منها. يجدر التذكير أنه مع انطلاق هذه النشاط الجديدة في وكالة حيدرا، فإن الشبكة المصرفية للقرض الشعبي الجزائري أصبحت تتوفر الآن على 20 شباك مخصصة لتسويق منتجات وخدمات الصرف الإسلامية. سيتم في السداسي الأول من هذه السنة إن شاء الله تدشين 100 شباك. فيما يخص تسويق منتجات في إطار الاتفاقية المبرمة مع المؤسسة الوطنية للترقية العمومية، هناك تسهيلات في عملية التمويلات من طرف القرض الشعبي الجزائري، وفيما يخص الهامش المطبق من طرف البنك هو هامش معلوم ومدروس مسبقا وسوف يلبي احتياجات المواطنين.